طاجن التين في الفرن، تين برشومي، ويستحسن تختاروه ما يبقاش ولا هو مستوي قوي قوي ولا ناشف قوي، يعني يروح لان هو يبقى تينية ماسكه نفسها. حلو، فاحنا عايزين تين برشومي، هنشققه دلوقتي كده من فوق، هنحط عليه سكر وهنحط عليه رشة قرفة. رشة القرفة مش أساسية خالص، إذا حبينا أن أنتوا تستغنوا عنها مفيش مشكلة. عايزة كمان قشطة معلبة وكريم شانتي، وهقول لكم على بدايل القشطة المعلبة أو الكريم شانتي إذا عايزين تبدلوا الـ 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 الحاجة دي بحاجة تانية هتبقى إيه. سكينة صغنطوطة ونشققه كده. بابايا بقى كان بيعمل ايه؟ طاجن التين ده كان بيحشيه قشطه بلدي، اوكي، يعني يحط السكر ويحط قشطه ويحط بقى سمنه او زبده كمان، ما يعني ايه، انا بس عملت شويه تعديلات بسيطه على الوصفه لانه شويه كنت بحس ان القشطه لما بتدخل الفرن بتتحول الى سمنه بتسيح، فبالتالي ما خدتش الطعم الكريمي، انا اخدت بس طعم الدسامه ونكهه القشطه البلدي، لكن ما فيش الكريمي بقى، الطعم الكريمي اللي المفروض يبقى موجود. فبالتالي احنا هنحط الكريمه لما يخرج من الفرن. فتحنا كده التين زي ما انتم شايفين ماسك نفسه شويه عشان يستحمل التسويه. طعمه اول ما بيخرج من الفرن عايزه اقول لكم ان هو بيتاكل سخن خطير. ادي التين، نعمل بقى كده اهو، نرش عليه السكر ممكن نحط له كمان رشه من الزبده علشان يتكرمل، رشة من القرفة كده، أنا عندي هنا زبدة ممكن أخد منها قطعة، ولو عايزين تدخلوه من غير زبدة مفيش مشكلة، بس هو لو برد الزبدة بتجمد، فعشان كده بقول لكم تاكلوه وهو سخن. أنا بحاول إيه أحط السكر كده من جوه شوية عشان يتكرمل حلو. الفرن سخن، هدخله أول حاجة على الفرن على طول. بياخد قد إيه في الفرن؟ ياخد بقى نص ساعة، ياخد تلت ساعة، على حسب طبعا درجة حرارة الفرن وعلى حسب كان سخن قبلها ولا لأ، فرنك أصلا عالي ولا واطي، فهنشوف الشكل في الآخر هيكون عامل إزاي. ونزل ميته شوية وهيبتدي يعمل صوص خطير خطير خطير، فهنشوف مع بعض أخبار الصوص إيه وهيبقى شكله عامل إزاي وهنعمل إيه بعد. مش ممكن الريحة، مش ممكن. بصوا بصوا بيبقبق ازاي، وعايزاكم تتخيلوا طعم الصوص ده. يا رب تكونوا شايفين الصوص كويس اهو، لسه هيكمل سوا شويه ويستوي كده وياخد طعم جبار، وبعدين نسيبه يبرد ويهدى ونعمل له حشوه حلوه قوي. بصوا حلو جدا، تقيل ولذيذ، سيرب تحفه. طيب نعمل ايه بقى؟ نجيب المضرب الكهرباء ونضرب الكريم شانتي. ممكن تضربه مع الكريم شانتي ايه كمان؟ ممكن تضربه جبنة ريكوتا مع معلقة عسل، يا خبر ابيض يا خبر ابيض، مع القشطة، او الجبنة ريكوتا مع الكريم شانتي من غير قشطة تحفة، او زي ما احنا عاملين النهارده كريم شانتيه هنضربه والقشطه، تمام. وهيبقى عندنا بعد كده اختيارات بقى، اللي هو عايزين نعمل ايه، نحشي كل تينه ولا نقدم الكريمه دي جنبه واللي ياخد تين ياخد شويه كريمه كده جنبها، ولا نفرده مثلا نفرد الكريم شانتيه ونحط عليه التين.
انا شايفه ان ده هيكون انسب من ان انا احط في كيس حلواني واحشي كل تينه لوحدها. الطف انه نقوم حاطين على الكريم شانتيه والقشطه اللي هنضربها دلوقتي التين بشويه من الصوص كده، هيبقى خطير. تعالوا نضرب الكريم شانتيه، ممكن طبعا بداله يبقى كريمه لباني او كريمه كريمه الحلويات. نحط شويه ميه كده، ميه ساقعه طبعا او لبن زي ما تحبوا. كده ضربنا الكريم شانتيه لحد ما وصل للقوام المظبوط. نحط القشطه، ولو عندكم زي ما بقول لكم ريكوتا بتبقى تحفه. حلو. ايه، ناخد بقى شويه من الصوص ده بتاع التين ونحطه على الكريمة اللي احنا اخدناها او ضربناها بالشكل ده كده عشان ناخد الطعم. نجيب الطبق اللي هنقدم فيه، هنا هو كده، ونجيب سباتولا ونشيل المضرب عشان يوسع لنا. وزي ما بقول لكم يا كيس حلواني وتحشو تينيه تينيه، بس ده هيبقى سخيف، هتبقى حاجه صعبه شويه، او ان احنا نعمل كده بالشكل ده. طبعا الكريم شانتيه ده وهو مضروب معاه قشطه مع شويه من الصوص اللي احنا حطيناه، مش قادره اقول لكم بقى الطعم عامل ازاي. نعمل كده نوسع بس كده للتين وللحركات اللي احنا هنحطها دلوقتي. لازم 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 يبرد خالص التين وبعدين نضيفه على الكريم شانتيه، ما ينفعش نحط عليه سخن. حاول اسيبه يبرد ثواني كمان. ادي التين وادي الطاجن اللي الى حد ما برد الحمد لله. بمعلقه بقى كده باخد التين بالصوص، انا باخد شويه من السيرب اللي معانا هنا كده. بصوا اساسي الصوص معانا عشان هو اللي هيدي طعم تحفه. بحاول الم الصوص، السيرب بيبقى تقيل، بصوا يعني مش خفيف، بيبقى تقيل كده كده اهو. هنعمل كده مش هنزود قوي، بس عايزه يبقى اللون معايا موجود.
رشه عين جمل او رشه من الفستق مثلا اذا حابين، او من غير مكسرات خالص. الحقيقه احنا كنا بناكله من غير مكسرات خالص، ولكن لزوم التصوير والتزيين والحركات والناس اللي بتحب المكسرات وكده ممكن نضيف عين جمل، بيكون قرقشة بقى كده وقرمشة على الطبق، وإضافة لذيذة إذا حابين أو بتحبوا المكسرات.